ذلك سيركل بروج في بلجيكا. هذا هو حسام غالي، روعة 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 روعة. شوف شوف حسام غالي، شوف الكرة الذهبية من هذا اللاعب والضربة الرأسية والهدف الثالث من فريق توتنهام والتقدم في النتيجة. يعني لسه بدري على العيد، لكن اداله كرة ايه، كرة بالمقاس، لعوبة حلوة حلوة حلوة. وادي حسام غالي يعلن عن نفسه بقوة.